مشاهدينا الكرام، ننتقل لنقل وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الصحة المصري ونظيره الفلسطيني بالقاهرة. قلنا من خلال الأسابيع القليلة الماضية بل أيام القليلة الماضية كنا نتزامن في مجلس وزراء الصحة العرب في جنيف على هامش التبعية العامة لوزارة الصحة العالمية، ولكن يدور دائما التواصل ما بين وزارة الصحة في مصر ومجلس مصر العربية ووزارة الصحة في دولة فلسطين الشقيقة، سواء من خلال دعم متكامل لكافة الاحتياجات اللي يحتاجها الكيان الفلسطيني من لقاحات، من تدريب لكوادر طبية، من أدوية ومعدات. يعني تربط مصر وفلسطين علاقات تاريخية تعود إلى يعني تاريخ طويل من العمل المشترك، ويعني من هذا السياق هي دائما نتواصل مع وننسق فيما بيننا في كل المحافل الدولية حتى يكون هناك تنسيق مصري فلسطيني في كافة المحافل الخاصة بمنظمات الصحة والمؤسسات الدولية المعنية بالصحة العامة. زيارة عزيزة جدا، تناقشنا مع معالي الوزيرة خلال جلسة حوار مشترك لكل الطلبات القطاع الفلسطيني في قطاع الصحة، من أهمية تدريب الكوادر الفلسطينية على بعض التخصصات الدقيقة داخل المستشفيات والمراكز والمعاهد المختصة بوزارة الصحة والسكان. تكلمنا أيضا على توفير بعض الأمصار وبعض الاحتياجات الدولية من المنتجات المصرية إلى دولة فلسطين. كنا أيضا نتشاور من خلال الفترة الماضية ودعم من صندوق الدعم الخاص بجامعة الدول العربية الذي تشرف مصر برئاسة المكتب التنفيذي وتنفيذا لتوجيهات وزراء الصحة العرب بدعم السلطات الفلسطينية الخاصة بالصحة بكافة التجهيزات والأدوية التي يحتاجها في المحافل. طبعا تضامن كامل مع ما يعانيه القطاع الصحي الفلسطيني من يعني صعوبات وتحديات كثيرة. نتشاور مع معالي الوزيرة دائما على كافة هذه التحديات، سواء من خلال التحاور المشترك المباشر أو من خلال تواجدنا كأعضاء في مجلس وزراء الصحة العامة. مرة ثانية أشكر معالي الوزير على هذه الزيارة الهامة وأرحب بها في بلدها مصر، ودائما يعني تكون مصر وفلسطين أشقاء داعمين في كافة القضايا. أهلا وسهلا. شكرا معالي الوزير، وأيضا أشكر رئيس الوزراء. أجل زيارة جمهورية مصر الشقيقة التي تجمعنا بها علاقات تاريخية ليس الآن وإنما منذ الأزل، وبالتالي هذه الزيارة نعتبرها مفصل هام من أجل تفعيل كافة الاتفاقيات ومنها اتفاقية الصحة. بالنسبة لنا جلسنا مع معالي الوزير، وكنا جلسنا سابقا على هامش اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، حيث كنا ننسق المواقف وننسق طبيعة العمل على مستوى العالم العربي، لكن أيضا على مستوى الثنائي مصري فلسطيني. وفي هذا السياق نحن الآن ننتظر توقيع اتفاقية هامة نعتبرها، لأننا بحاجة إلى تدريب الكوادر الفلسطينية، خاصة تدريب قصير وقصير المدى والمدى المتوسط. تم الاتفاق عليها وننتظر أن تأخذ مجرى طبيعي من أجل التوقيع عليها، وأيضا التعاون في موضوع اللقاحات، وأيضا من في مواضيع أخرى هامة كتبادل الخبرات، وأيضا من أجل أن يكون هناك بروتوكولات، يعني تعاون تبادل الخبرات بروتوكولات وغيرها من الامور الهامه. الحقيقه نحن نواجه في القطاع الصحي الفلسطيني تحديات كبيره جدا من خلال هذا الذي فعلا يعني ينتج في ابناء شعبنا سواء في المخيمات او القرى او المدن، ولا يحترم اي نوع من الاتفاقيات الدوليه. نحن بحاجه الى دعم الدول الشقيقه على راسها الشقيقه مصر من اجل فعلا مواجهه القطاع الصحي لكميه الجرحى، عدد كبير من الجرحى والشهداء الذين يرتقوا يوميا في المواطن.
الثانية نحن بحاجة إلى هذا الدعم. أشكر دعمكم معالي الوزير، وأشكر دائما مساندتكم في المحكمة الدولية، وأيضا أشكركم على تفهمكم لموضوع الاتفاقية التي في القريب العاجل جدا إن شاء الله توقعها من أجل دعم القطاع الصحي الفلسطيني. شكرا جزيلا. كان هذا مشاهدينا الكرام المؤتمر الصحفي لوزير الصحة المصري دكتور خالد عبد الغفار وناظرته الفلسطينية مي الكيلة، حيث أعرب عن دعم التعاون في المجال الصحي بين البلدين وتبادل الخبرات وكذلك التعاون حول اللقاحات وغيرها من الجوانب الصحية.